السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع جديد من نوعه، دي واجهة الموقع. الموقع ده بيسحب على بيبال مفعل وغير مفعل وعلى البير. موقع جميل جدا. الموقع بيشتغل من الضغط على الإعلانات، بس انت بتضغطش على اعلانات، الموقع بيشتغل اوتوماتيك. دي الحاجة الجديدة اللي في الموقع، ان انت ادوك بتسجل في الموقع وبتدوس على الضغط على الاعلانات والموقع هتسيبه ايه شغال اوتوماتيك لوحده وهو بيعد. الموقع بيدفع بالدولار. هتخش التسجيل بالموقع، هنيجي من هنا هنعمل تسجيل، هتكتب هنا الاسم والايميل وعادة الايميل والباسورد وعادة الباسورد، وهتكتب الجنسية ذكر او انثى، وهتيجي من هنا هتعمل اختار البلد، وهتقوم جاي دايس على الكابتشا تحلها، وبعد كده هتقوم معلم على الشروط والشروط ووافق على الايه على البند، اتعلم على الاتنين دولت، وبعد كده نعمل تسجيل دخول. هنيجي من هنا تكتب الاسم والباسورد وهتقوم جاي عامل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع من الداخل زي ما انتم شايفين كده. هنترجم باللغة العربية. انت كل ما عليك في الموقع، انت كده سجلت في الموقع خلاص، اهو بدء التعدين النقدية. انت هتدوس على الموقع كده، تابعوا معايا. معلش الشرح ممكن يطول، حاجة بسيطة بس عشان ايه تفهموا كل حاجة في الموقع. دي طريقة الشغل على الموقع. بص الموقع الاعلان هو هيخلص، انت هتسيبه شغال على كده ومع نفسه، وكل ده بيعد في ارباح. بعد ما الاعلان هيخلص هتلاقيه نقل نفسه على الاعلان التاني واللي بعده واللي بعده. ودي طريقة الشغل على الموقع، سهلة جدا ومش محتاجة منك تعب ولا شغل ولا حاجة. بس في شوية حاجات برضو هشرح لكم في الموقع هتستفادوا منها. معلش برضو يخليكم برضو معايا ما تزهقوش يعني، بس عشان تفهموا طريقة شغل الموقع. بص يا حمار، بص خلص بليز، هيقولك استنى، هيخش على الموقع بص لوحده منه فيه، انا ولا دخلت ولا عملت اي حاجة. دي طريقة شغل الموقع. هنيجي على حاجة تانية فيه هنا، ممكن تعلن عن اضافة موقع اللي اوليك موقع او اضافة بلوجر او بانز تحطها في الموقع. دي حاجة جديدة برضو، حاجة جميلة في الموقع، تجيب عليها مشاهدات وتربح منها. في عروض هنا الموقع برضو عاملها، وفي العضويات ممكن ترقي العضوية بتاعتك، بتيجي من هنا ب$3.45 بيزود لك الضغطة ما يصل الى 3 ايام، باين لمدة 3 ايام تشتريها من هنا. الموقع بيزود لك سعر الضغطة، عشان هي ب1 سنت بتبقى زيادة 10%، مش فاهمها اوي انا وديت، بس هي زي حاجة زي كده. وظائف هنا بقى ايه، يعني مثلا بتعمل حاجات مواقع اللي عندك موقع بتحط عن ال زي مهام كده بتعملها، بتحط الموقع دوت عن في الصفحة بتاعتك على الموقع بتاعك او البلوجر او حاجة زي، او تعمل له فيديو بيديك ايه قيمة لكل حاجة بتعملها، تقدر تخش وتشوف اللي تقدر تعمله وتشتغل عليه. هنيجي من هنا في مسابقات للإحالات وفي مكافأة. المكافأة بتبقى عبارة عن ايه بقى، لو انت عديت 120 دقيقة بتاخد المكافأة دي، عديت 600 دقيقة في التعدين على الربح بتاخد المكافأة دي. زي ما انتم شايفين بصوا اللي كان بيعد من شوية، بص اللي بيحسب لي الرصيد بيحسبه هنا اهو، تمام. كل وقت بيديك عليه مكافأة. سحب النقود بتيجي من هنا اهو، بتيجي بنشوفه بنك اهو البيبال والبير مفعل وغير مفعل، بتحط هنا رقم الحساب والسحب بيبقى من $2 لحد الأدنى $200.
مش عارف ايه دي، اليانصيب الاسبوع. دي مسابقات عن اليانصيب والحاجات دي ما برجحهاش انا. وزي ما انا ايه قلت لكم، وفي هنا رابط الاحاله بتاعك، الدعوات اهي اول واحده. رابط الاحاله بيديك 10% من ارباح لو دعيت اي حد واشترك عن طريقك، الموقع بيديك 10%. وبكده يكون انتهينا من الشرح. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متبخلوش علينا بلايك، واللي ما اشتركش اشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.